سيدة كارلوتا، في دبي ما الذي تتوقعينه من كوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك أفق لرد فعل كوريا الشمالية في هذا المجال؟ حسنا، للإجابة على هذا التساؤل يمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات. نعلم أن هناك تشابه حيث حدثت مراورات سابقة عسكرية في سبتمبر 2022، وحاليا كوريا الشمالية استفزت بسبب هذه المناورات وشعرت بالاستفزاز. فبالطبع نعلم أن بعد هذه التدريبات العسكرية المشتركة، كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية على المجال الجوي الياباني، وهذا يمكن أن نقول، لا نقول أن نفس الأمر سوف يحدث، ولكننا نعلم من التاريخ ونتعلم من الدروس المستفادة أن كوريا الشمالية سوف تغضب من هذه التدريبات المشتركة. وفي حقيقة الأمر كوريا الشمالية شجبت وأدانت هذه التدريبات المشتركة العسكرية، لأنها قالت أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة لابد أن تتخذ موقفا حذرا، ولابد أن تهتم بعدم استفزاز كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية لا تخاف من استخدام القدرات النووية في أي وقت. أعتقد أن هناك استفزاز ضد كوريا الشمالية، وفي المستقبل يمكن أن نتوقع المزيد من التجارب العسكرية. لابد أن نلاحظ أيضا أن كيم جونغ وأخته، وهي إحدى الشخصيات المؤثرة السياسية في السياسة الكورية، وقالت أيضا أن المحيط الباسيفيك أو المحيط الهادئ يمكن أن يكون ميدان للمعركة الجديدة. فبالتالي يمكن أن نتوقع المزيد من الاختبارات النووية والمزيد من إطلاق الصواريخ الباليستية في المنطقة. يمكن أن نتعلم من الدروس السابقة من هذه التصعيدات في المنطقة أن بشكل أساسي كوريا الشمالية سوف تصبح أكثر خطرا من السابق. هناك بعض الشكوك في نواياها، لأن هناك بعض المبالغة من جانب القيادة لكوريا الشمالية، ولكن في نفس الوقت لابد أن نضع في الاعتبار الصور المختلفة ووجهات النظر المختلفة التي لاحظناها من إطلاق الصواريخ بغرض التجارب. فأصبحت كوريا الشمالية أكثر خطرا وتهديدا، ولا تتردد في استخدام قواتها النووية وقدراتها النووية. فبالتالي لابد أن نراقب الوضع عن كثب.